السلام عليكم أصدقائي وخوتي وخواتاتي، تنسلم عليكم كاملين بزاف بزاف. بغيت نقول لكم غادي نبدا إن شاء الله واحد المشروع صغير ديال الحلوى ديال أتاي. غنبدا بحلوى اللي ما غالياش، بديت بريش بوند ما غالياش مكلفاش، ولكن في نفس الوقت زوينة ولذيذة وهشيشة. وغادي نبدا إن شاء الله نتفعل عفوا الباتيسريات والمحلات هنا ديال الماكله، وتنتمنى الله يوفقني وتدعوا معايا، وشكرا لله يخطيكم. شكرا، ونخليكم تشاهدوا مرحله التحضير، ونتمنى تعجبكم هذه الحلوه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.